سألوني الناس إزاي أعمل إعلان فاشل في رمضان. يا فاشل يا فاشل. الإعلانات شغلانة كبيرة وبيشتغل فيها ناس كتير، كتاب ومخرجين ومصورين وأكاونت مانجرز وكلاينت وليلة كام دعوة عتك، وكل ده علشان الإعلان يطلع حلو. مع ذلك وبعد كل المجهود ده ساعات بتقلش. طب ليه؟ قولش عرفني وأنا المحافظ. المفروض إن الإعلان هدفه الأساسي هو بيع منتج أو خدمة، ودي أول خطوة في إنك تعمل إعلان وحش، إنه ما يكونش إعلان أصلا. ممكن تعمل اعلان ممتع وصايع ويجذب الانتباه بس للاعلان نفسه. فكتير بقى بتفرج على اعلان وما بقاش عارف هو عايز مني ايه، لدرجه اني بحس ان ممكن نبدل الاعلانات كلها ببعض وفي الاخر مش هيتغير اي حاجه. فين المنتج؟ والله الاعلان رائع وانا اشتريت، فيديو جميل جدا بس انا برضو اشتريت ايه؟ فين المنتج؟ المنتج يا ناس، المنتج يا هو. انا متاكد انك مخبيها يا رشدي. يا فين؟ تاني حاجه، خليك في الكومفورت زون اطول فتره ممكن. كتابه الاعلانات بتعتمد على حاجه اسمها ادفرتايزنج ابيل. كلمونا الكلام بتاعنا، الكلام السهل السلس، كلمونا بالحقائق، اللي هي الطريقة المستخدمة علشان تجذب انتباه المشاهد للبراند او المنتج. الادفرتايزنج ابيل دي ليها 23 نوع، يعني 23 طريقة تقدر تجذب بيها المشاهد. شوف يا اخي ربنا فاتحها عليك من واسع ازاي. سيبك انت بقى من كل دول وامسك 2 3 اهرسهم في كل اعلانات، زي انك تعتمد دايما على مشاهير او اغنية او سكتش، وبعدين بقى هنغير لاغنية سكتش مشاهير، والمرة الثالثة اللي هي اجدد واحدة هتبقى سكتش مشاهير اغنية. كفاية بقى، خليك في المنطقة الأمنة دايما وابعد عن أي أفكار جديدة. احلب نفس الإعلان لسنين بلا كلل أو ملل. أنا زهقت. ثالث نقطة هي إن أكتر حاجة ممكن تنجح إعلانك إنه يبقى مبني على معلومات وبيانات حقيقية وحاجات مر بيها جمهورك المستهدف علشان يقدر يفهمها ويحس بيها. زي مثلا أنت جدع بتستحمل وبتشيل كتير، زي الشنطة دي حلوة قوي اشتريها. شفت عملت ايه؟ ربطت لك الشنطه بحاجه حقيقيه انت تحس بيها فانت اشتريت. بس اللي ممكن ينجح الاعلان فعلا هي ان الحاجات اللي بتربط الجمهور بالمنتج تكون مبنيه على المذاكره والبحث ورصد سلوك الجمهور، وشغل كتير واحنا مش فاضيين وعايزين نخلص. فكرروا النقطه رقم 2 بسرعه، مفيش وقت للتفسير. سهل الله، ما حدش يلخرب وراه. رابع حاجه بقى هتخلي اعلانك يفشل فشل ذريع وكلنا عارفينها، هي انك تاخد فكره الاعلان من اعلان تاني وتنفذها هي هي. الافكار دايما ممكن يعاد تدويرها، ممكن كمان تاخد الفكرة من زاوية تانية، بس انك تاخد اعلان تاني كوبي بيست ده الفشل بعيد. خامس حاجة، يا ابني ده صايع، هو قاصد يعمل كده، مفيش حاجة اسمها دعاية وحشة. عارف انت بقى المقولة دي واكيد سمعتها كتير، ان مفيش حاجة اسمها دعاية وحشة، وان في الاول وفي الاخر كلها دعاية. اعمل فكرة مثيرة للجدل وتطلع ترند، هات شخصية محدش طايقها واعمل بيها اعلان، انا بنصحك تعمل ده جدا. كده بقى هتضمن ان محدش هيقرب من منتجك خالص، ولو حسيت ان الناس هتشتمك بسبب الاعلان يبقى فعلا هتتشتم. برافو عليك، مدهش، كمل. 6، ارفض النقد وكمل في طريقك. مهما الناس انتقدت اعلانك اوعى تسمع لراي الجمهور، مع ان دول المفروض تجذبهم للمنتج بتاعك، بس لا، اسمع دماغك انت بس واوعى تعتذر، ولا تحاول تراجع نفسك وتحاول تفهم انت عملت ايه غلط في الحمله الدعائيه دي وليه ما جابش المطلوب منها. انت اكبر من كده بكتير، وبعدين انت كرييتيف، يعني دماغك متكلفه، افكارك مش هيفهمها عامه الشعب. انا فنان بوهيمي. وايه بوهيمي؟ رقم 7، هات اي حد مشهور ملوش علاقه بمنتجك وخليه بطل الاعلان. يعني مثلا هات سلاحف النينجا خليهم يعملوا اعلان عن مصيده الفراغ، او باتمان يعمل اعلان عن السان بلوك. ليبستيك فور مان. تامن حاجه ممكن تعملها وهي التيزر كامبين، او الحمله التشويقيه للحمله الدعائيه، وطول فيها على قد ما تقدر لحد ما الناس تزهق وتكره اليوم اللي فكرت تستنى وتشوف فيه اعلان، او تبقى رفعت توقعات جامد قوي للكامبين بتاعتك، فلما يظهر بقى الاعلان بشكل اقل من المتوقع بعد كل التشويق ده تضرب الكامبين كلها في وشك. حلو، غلط وانا كنت مستنيه. النقطه رقم 9، وهي انك تستخدم الترند جاكينج او النيوز جاكينج، يعني انك تستخدم اي ترند او خبر ملوش علاقه بيك وتحطه على حاجات انسانيه من اللي ما ينفعش نجيب سيرته. مثلا هتجيب ممثل اتشهر بمشهد معين او حد طلع ترند، هتجيبه يعمل نفس المشهد للمنتج بتاعك، وده علشان تركب الترند. بس مش هتركب الترند، هتركب الزحليقه. ربنا معاك. بس كده، اعمل التسع خطوات اللي فاتت دي لو عايز تعمل اعلان وتصرف عليه ملايين والبراند بتاعك ما يستفيدش منه، ولا المنتج بتاعك حد يعرفه ويروح يشتري. عملت اعلان فاشل يبقى نجحت. ابقى نجحت.